نحن نحتفل اليوم بهذه الذكرى 14 من أكتوبر. علينا أن نحافظ على مكتسبات هذه الثورة وثورة 16 من 26 من سبتمبر المجيدتين، بالحفاظ على النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن وسيادة الدولة. نحن هنا من مدينة تريم محافظة حضرموت، نحيي هذه اليوم الذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر، هذه الثورة المجيدة التي قامت ضد الاستعمار البريطاني الذي جثى على الشعب الجنوبي لما يقارب 129 عام. فقامت هذه الثورة المباركة وطردت هذا الاستعمار البريطاني وتحررنا من هذا الاستعمار ولله الحمد. ثورة 14 من أكتوبر تعني لي الحرية والإنقاذ، إنقاذ الشعب اليمني الجنوبي من الاستعمار البريطاني. جاءت الثورة في 1963 ميلادية لطرد الاستعمار البريطاني الذي مكث في أرضنا 129 عاماً.